السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدي الكرام. في نافذة جديدة ومستمرة لتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل موافقة الكونغرس الأمريكي على مقترح يحظر تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عام 2025. وسنتوقف أيضا بالبحث حول زيارة وزير الدفاع الأمريكي الإسرائيلي يوآف جالانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ابقوا معنا. شهداء، قصف، دمار، جوع، فيش أكل. وافق الكونغرس الأمريكي على مقترح قدمه النواب الجمهوريون يحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى عام 2025. المقترح أثار حالة من الانقسام بين النواب داخل الكونغرس الأمريكي، حيث يرى المشرعون الديمقراطيون بأن سحب التمويل الأمريكي البالغ 30% من ميزانية أونروا سيكون كارثيا وفقا لما أكدته صحيفة واشنطن بوست، حيث يأتي ذلك في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي وتعنت جيش الاحتلال في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ضربة مدمرة للاجئين الفلسطينيين، هكذا وصف الخبراء والمحللون تصويت الكونغرس الأمريكي على مقترح قدمه الجمهوريون يحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا حتى عام 2025 ضمن حزمة الإنفاق الحكومي. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت أن المقترح أثار حالة من الانقسام بين النواب داخل الكونغرس، حيث يرى المشرعون الديمقراطيون أن سحب التمويل الأمريكي البالغ 30% من ميزانية أونروا سيكون كارثياً، خاصة مع وجود أكثر من مليون إنسان من سكان غزة على شفا المجاعة ويعانون بالفعل من مرارة العدوان الإسرائيلي. بينما برر عدد من النواب الجمهوريين في الكونغرس المقترح عن طريق تكرار المزاعم الإسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. الأونروا التي تأسست عام 1949 وتمثل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، تقدم المساعدة الإنسانية وتساهم في حماية اللاجئين من خلال تقديم الخدمات الأساسية في مجالات التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين الذين ينتشر الملايين منهم في أنحاء غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا. وفي ظل عدم وجود كيان قادر على نقل وتوزيع المساعدات بالكميات الضرورية، تتزايد المخاوف من حدوث مجاعة داخل غزة، خاصة في ظل الوضع الإنساني المتردي واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي يصر على حرمان الفلسطينيين من كافة مقومات الحياة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف جالانت يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأمريكيين. وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن جالانت سيبحث في واشنطن سير المعارك واستعادة المحتجزين في غزة وإجراءات إدخال المساعدات إلى القطاع، إضافة إلى بحث خطة الاجتياح البري لمدينة رفح جنوبي القطاع في ظل المخاوف الأمريكية من تداعيات هذه العملية. من واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي، ما الذي يخيف سيدي بعد تحية الولايات المتحدة من اجتياح رفح؟ تحياتي لك أستاذ تابر. أعتقد لا شيء يخيف الولايات المتحدة وإدارة بايدن، لأنها إلى حد كبير متفقة على مبدأ اجتياح رفح، ولكن مع تقديم إسرائيل خطة لإجلاء المدنيين، حيث يتواجد هناك عدد كبير جدا حوالي 1.5 مليون فلسطيني في بقعة صغيرة، وهي بالتالي
غير موافقة، موافقة عفوا وغير معترضة على ذلك. وما يتعلق بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي قبل الوصول إليها سيدي، إلا إذا كان هناك رابط بين الاثنين في هذا الحديث، إذا لم يكن هناك رابط فلا استفسار. نعم هناك رابط أساسي بين أنه زيارة يوآف جالانت كما أنا أدعي إلى واشنطن هي بمثابة إعلان غير مباشر بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح التي يعتبرها نتنياهو هي المعقل الأخير لقيادات ومقاتلي حماس، وبالتالي سيواصل العمل على ذلك. وقد أقنع الأمريكيين، غير أن الجدل الذي سينشأ هنا هو تحديد جدول لهذا الاجتياح وآثاره وتداعياته. وقد طلبت الولايات المتحدة خطة مفصلة من الوفد الذي سيصل بعد جالانت إلى واشنطن. يعني تعتبر ربما هذه الزيارة من أهم الزيارات التي يقوم بها مسؤول إسرائيلي كبير في الوقت الذي يشتد فيه الجدل، كما تعلم وكما قلت في مقدمتك أنه الولايات المتحدة ربما تعترض أو ربما تبدي خشيتها من نتائج هذا الاجتياح. ولكن أهمية هذه الزيارة ليست فقط من طبيعة الوفد، لأنه هناك المدير العام لوزارة الدفاع المسؤول عن المشتريات، وإنما للقائمة الطويلة من الأسلحة المتطورة والحديثة التي تطلبها إسرائيل من الولايات المتحدة، والتي قالت أنها تكون بحاجة ماسة لها لكي تساعدها في إنجاز مهمة الاجتياح لمدينة رفح. وبالتالي المطالب هنا أعتقد أنها تشمل على متطلبات تصل إلى الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-15 وF-35، وهي التي ستعطي إسرائيل القوة المضاعفة لأن تمارس اعتداءها على رفح، وكذلك ممكن استخدامها في جبهة جنوب لبنان في القتال مع حزب الله. وبالتالي المسائل هنا تتعلق ببعضها البعض، ولا فرق بين الجدل الذي سينشأ في واشنطن وبين هذه الزيارة. تعلم أنه منذ هجوم السابع من أكتوبر إسرائيل أصبحت بحاجة ماسة أكثر إلى الاعتماد على الأسلحة الأمريكية، لأنه كما نعلم أنه استخدمت أو استهلكت كميات هائلة من مختلف الأسلحة على مساحة قصيرة، وقتلت حوالي 32 ألف مواطن فلسطيني، وهي تواصل يعني عمليات القتل يوميا. وهنا هي المسألة، هي قالت أنها ستعتمد على هذه الأسلحة من أجل مساعدتها في الهجوم على رفح وفي القتال في جنوب لبنان. ولماذا إذن الولايات المتحدة أبانت في تصريحاتها السابقة بأن إسرائيل قادرة على أن تحقق الأهداف دون اللجوء إلى عملية الاجتياح إذا كانت توافق كما ذكرت؟ يعني ربما هذا تلاعب، عمليا تلاعب ونفاق، وأنه لكي تخفي عدم تورطها في المسألة. ولكن واضح تماما، أنا أعتقد أنه رغم أنه هناك يعني الكثيرين من أعضاء المجلس والحزب الديمقراطي التابع طبعا لبايدن يطالب إدارة بايدن بأنها يعني تفرض بعض القيود أو يعني عمليا مراقبة نوعية وكميات الأسلحة، ولكن الإدارة يعني تحاول التهرب من الاستجابة لهذه المطالب بالإدلاء بتصريحات مثل تخوفها من العدوان على المدنيين وسقوط المزيد من المدنيين، وأيضا يعني أن تساعد إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية، وهي التي ترفضها إسرائيل بشدة، كما ترفض أيضا وقف إطلاق النار. يعني كثيرا ما كانت هناك تصريحات من إدارة بايدن ومن الرئيس بايدن شخصيا عن قرب التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأيضا هناك كان تصريحات البارحة أو ربما اليوم من وزير الخارجية بلينكين بأنه نحن في يعني في وضع أقرب مما سبق عن تواصل وقف إطلاق النار. ولكن هذه المسائل
يعني ثبت أنها مسائل وهمية، لأنه نتنياهو وطاقم حكومته ومجلس الحرب يرفض حتى مبدأ الوصول للحرب، لأنه يعتقد أنه الهجوم على رفح سيضع حدا لقوة حماس وقدراتها العسكرية، وكذلك الإجهاز كما يعتقد على قياداتها العسكرية. الإخراج للعلن بنوعية الأسلحة التي ترغب الولايات إسرائيل في الحصول عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، ألا تتصور أنها تتماهى مع التوقع الأمريكي بأن جنوب لبنان سيشهد مواجهة في مطلع الربيع القادم؟ طبعا هذا وارد تماما، لأنه طوال الفترة كانت الولايات المتحدة تخشى من اتساع رقعة الحرب وأن تمتد يعني لتصل إلى حرب إقليمية قد تتورط فيها دول أخرى، ربما إيران، ربما الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر، وطبعا إسرائيل كما هو حاصل. ولكن المسألة هنا تتعلق بأنه الأيام أو الأشهر القادمة تحمل كثير من الأخبار السيئة، ربما هذا أحدها الذي بدأت فيه الحديث عن أنه هذه الزيارة اعتبرت بمثابة إعلان مباشر عن اجتياح رفح، وهو الاجتياح الذي يتخوف منه الكثيرون سواء في المجتمع الدولي أو في المجتمع أو في الدول العربية وحتى أطراف في الإدارة الأمريكية. وألا تتصور سيد باسم أن اللجوء إلى طائرات الـ F-16 أو المزيد منها وطائرات الـ F-35 قد تكون أكبر من احتياجات إسرائيل في اجتياح رفح؟ كما قلت أنه عادة إسرائيل تطلب أسلحة لاستخدامها في مسائل أخرى، هي ربما تضرب بها. أنا لا أتحدث هنا عن الأسلحة التي تطلبها، أتحدث عن الإعلان عن الأسلحة التي تطلبها. ليس بجديد، لأنه الولايات المتحدة بادرت إلى تسيير خط سير من واشنطن إلى الولايات المتحدة في بداية الحرب في أكتوبر الماضي، وبالتالي هذا ليس سرا أن تعلن عن متطلبات أو قائمة بالمطالب التي تتضمن أسلحة من هذا القبيل، وهي مسألة ليست مخفية وقد أعلن عنها الإعلام. موقع إكسيوس الأمريكي الذي يتمتع بثقة واطلاع كبير أعلن عن هذه القائمة، وهي ليست سرا في هذا المجال. وبالتالي المسألة هنا تتعلق بأنه هل ستبادر الولايات المتحدة إلى إعطاء هذه الأسلحة أو جزء منها أو بعضها من القائمة المقدمة من الولايات المتحدة؟ هذا هو السؤال. عندي سؤال على سؤالك سيدي، وهل طلب هذه الأسلحة والحصول على الموافقة بشأنها يتطلب زيارة وزير الدفاع؟ طبعا وزير الدفاع هناك مهمة أخرى على هامش الزيارة أيضا، هي تقديم أو مناقشة الخطة التي أعدها نتنياهو حول مطالب الولايات المتحدة بتجنيب المدنيين المزيد من الخسائر، وخاصة في رفح، لأنه هي منطقة صغيرة جدا مساحتها ومكتظة بحوالي 1,400,000 إنسان، وأي عمل عسكري يحصل هناك سيكلف الكثير من الأرواح، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة خاصة والإدارة الأمريكية، وهي مقبلة على الانتخابات التي تعتبر بمثابة حسم لمستقبل بايدن السياسي في هذه. سيدي أرجو أن تقدم لي في هذه المتناثرات نسيجا واحدا نستطيع أن نربط به الصورة. مشروع أمريكي يقابل بفيتو من روسيا والصين، ومفاوضات أعلن عن دخول رئيس CIA إليها، قالوا أن هذا الدخول أن هناك احتمالية لقرب وصول إلى اتفاق. بعض التسريبات تقول أن إسرائيل وافقت في حال إتمام هذه الصفقة على مرور 2000 من الفلسطينيين من منطقة الجنوب إلى منازلهم في منطقة الشمال بعد أسبوعين من إقرار الهدنة. هذا النسيج المتناثر ماذا وكيف نفسره في إطار الصورة الكلية التي تراها الولايات المتحدة وترغب فيها إسرائيل؟ عمليا موافقة إسرائيل على عودة 2001 هو موافقة مشروطة وليست متاحة للكل، هي اشترطت أن يكونوا صغار السن وأن يكونوا ليس في سن الذي يمكن يعتبروا مقاتلين، لأنها تعتبر أن كل فلسطيني مقاتل في المقاومة الفلسطينية، وبالتالي كان الهجوم العشوائي على الكل، وبالتالي أيضا هكذا تكبد الفلسطينيون خسائر كبيرة في الأرواح. وهذه المسألة ومسألة عملية التصويت في مجلس الأمن، أنه كان يفترض اليوم كان في تصويت ولكنه تأجل
إلى يوم الاثنين، لأنه حتى هذا مشروع عدوا يعني أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وبالتالي أيضا وصف لأنه يعني بدت ساحة مجلس الأمن هي ساحة سجال بين القوى سواء الكبرى سواء الولايات المتحدة وروسيا والصين. يعني مسألة بدت أنه مجلس الأمن أصبح عاجز عن اتخاذ قرار، وإنما يعني اتخذ شكلا آخر للسجال والانتقادات، ويعني وصف القرارات بأنها إما أنها سخيفة أو إنها مسيسة. وبالتالي أيضا هذه القصة يجب أن نتوقف عندها لنعلن أنه مجلس الأمن أصبح بسبب ذلك غير قادر على اتخاذ قرار في الوقت الذي يعني يسقط فيه عشرات بل مئات القتلى والجرحى في قطاع غزة. وهذه مسألة يعني على مجلس الأمن بما يتمتع به من نفوذ في أن يمارس ضغوطه لوقف هذه العمليات. وفي إطار تقويض تحركات حركة حماس باعتبارها أحد الشركاء المشاركين في عملية التفاوض، ما الذي يأتي في مصلحة حماس ميدانيا وسياسيا، وما الذي تراه من وجهة نظرك ضد مصلحتها سياسيا وأمنيا داخل المعارك الدائرة في قطاع غزة الآن؟ هنا هذا السؤال سؤال مهم جدا يجب أن يجيب عليه قادة حماس عمليا. أنا أعتقد أنه حماس إن كانت بالفعل قد تورطت في هذه المسألة فعليها إعادة النظر في عمليا كيف ستخرج، أو هل ستوافق على المقترحات الإسرائيلية التي ربما في كل لحظة يرفضها نتنياهو، وتقول حماس أنها ستدرسها وقد قد توافق عليها. ولكن هذه المسألة ستشكل عامل إحراج شديد بالنسبة لحماس التي لا تملك ورقة سوى الرهائن، وبالتالي المراهنة على هذه المسألة ستضع حماس في إحراج كبير وربما يؤثر على مستقبلها وعلى وجودها في القطاع. وأنت أحلت سيدي الحديث إلى قادة حماس، أنا سأنقل لك هذا التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول بحماس لم تسميه بأن المواقف بين الأطراف في الدوحة متباعدة. لماذا الآن؟ أو لماذا هذا التوصيف وهذا العنوان لسير المفاوضات رغم أن التسريبات تتحدث عكس ذلك؟ الإجابة بسيطة، لأنه إسرائيل ترفض كل المقترحات لقناعة نتنياهو بأنه إذا أخذ أو حصل على موافقة الولايات المتحدة والغطاء السياسي الذي ستوفره له من اجتياح رفح ستنتهي المسألة بكل بساطة كما يعتقد. ربما يكون هناك تداعيات وآثار على مستقبل نتنياهو وعلى القدرات الإسرائيلية العسكرية، ولكن في يعني هو اتخذ القرار بالمضي إلى أبعد حد لمواصلة هجومه على رفح، ويبدو أن يعني الولايات حماس ليس لها أي إمكانيات سوى هذه الورقة، وبالتالي المراهنة على هذه المسألة هي التي تحدد مصير سواء المفاوضات بخصوص الرهائن والأسرى، وخاصة لأنه إسرائيل قالت أنه لن توافق على إطلاق سراح الأسرى ذوي الأحكام العالية، وهو المطلب التي كانت حماس ترفعه منذ بداية المفاوضات. ولكن يبدو أنه هذا أحد أسباب التعقيد التي حصلت في مفاوضات الدوحة. شاكر لك من واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك سيدي على قبول دعوتنا. أفاد إعلام إسرائيلي بأن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA قدم لوفدي إسرائيل وحركة حماس مقترحا لأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في صفقة التبادل. وأضاف الإعلام الإسرائيلي بأن الوفد الإسرائيلي وافق على المقترح الأمريكي، مشيرا إلى أن حركة حماس لم تقدم الرد على هذا المقترح حتى الآن. أعلن قيادي في حركة حماس بأن المواقف في مفاوضات الهدنة الجارية عبر وسطاء في العاصمة القطرية الدوحة متباعدة جدا، واتهم القيادي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعمد تعطيل المفاوضات ونسفها والعمل على إيصالها إلى طريق مسدود حسب تعبيره. وفي تصريح لوكالة فرانس بريس أوضح القيادي في حركة حماس بأن إسرائيل ترفض التوافق على وقف إطلاق النار الشامل، وترفض الانسحاب الكامل لقواتها من قطاع غزة، كما ترفض عودة النازحين إلى بيوتهم.
وأشار في تصريحاته إلى أن ما يروج من عرض أمريكي هي دعايات لإعطاء مزيد من الوقت لارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني مع الاستمرار في الإبادة الجماعية والتجويع. كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مذكرة للخارجية الأمريكية توصي بالضغط على المسؤولين الإسرائيليين بشأن الضرر الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل عالميا بسبب عدوانها على قطاع غزة. وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس جو بايدن تقيم حاليا ما كانت تعتقد أنه ضمانات لإسرائيل بشأن استخدام أسلحة أمريكية في غزة أصبحت ذات مصداقية. تتسع رقعة الخلاف بين الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم بسبب العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة. وسائل أعلام أمريكية كشفت عن مذكرة للخارجية الأمريكية توصي بالضغط على المسؤولين الإسرائيليين بشأن الضرر الذي قد يلحق بسمعة تل أبيب عالميا بسبب هذا العدوان، حيث أصبحت الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان مشكلة مصداقية. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقيم حالياً ما إذا كانت ضمانات إسرائيل بشأن استخدام أسلحة أمريكية في غزة ذات مصداقية أم لا. الخلاف بين واشنطن وتل أبيب تعمق كثيراً بعد عودة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، والذي حرص فيها على الحصول على ضمانات بعدم قيام حليفة واشنطن بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية، والتي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني هرباً من جحيم القصف الإسرائيلي الأهوج. بلينكين الذي كان يأمل في أن تستمع إليه حكومة تل أبيب لم يعد بنتيجة مرضية، حيث اعتبر أن نتنياهو يغامر بالتفكير في القيام بعملية موسعة في رفح، مخاطراً بقتل المزيد من المدنيين وبإحداث فوضى أكبر، ويخاطر بالمزيد من عزلة إسرائيل وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يعبأ بتحذيرات بلينكين، مؤكداً أنه سوف يمضي قدماً نحو تنفيذ العملية حتى بدون دعم واشنطن، ليزيد من حرج أمريكا أمام العالم وهو يشاهد عمليات القتل الممنهج في حق شعب أعزل. من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستير. دكتور، من الجيد أنك معنا الآن. واشنطن بوست تتحدث عن الولايات المتحدة غير التي تتحدث عنها المواقف في هذا التوقيت، لماذا؟ تحياتي أولا. يعني بالنسبة للدور الأمريكي وكما تفضل في التقرير الذي سبق، يعني الأمريكي يقدم النصائح ولكن إسرائيل لا يكترث. الإسرائيلي ما زال يحظى بالدعم الأمريكي المطلق رغم كل الكلام، كل هذا الكلام كله ضغط معنوي، أو ربما الأمريكي يريد يعطي الانطباع أنه يلعب دورا ما يحاول الضغط على إسرائيل، لكن العملية لا يضغط على إسرائيل إطلاقا. هناك دعم لإسرائيل غير محدود والإسرائيلي يعرف ذلك. كل ما يكتب في التسريبات ربما من الإدارة هنا وهناك بهدف الضغط المعنوي، ولكن الإسرائيلي يعرف من نهاية المطاف أن الأمريكي لن يضغط عليه فعليا، مثلا يهدده بقرار مجلس الأمن يفرض عليه وقف إطلاق النار، لن يحصل هذا. يهدده بقطع إمداد السلاح، لن يحصل هذا، ولذلك الإسرائيلي يفعل ما يريده. ولماذا إذن هذا الضغط، وعلى من هذا الضغط إذا كانت الغرف المغلقة تشي بعكس هذه التصريحات التي دائما ما تتناقلها واشنطن بوست؟ الكلام سهل جدا. الكلام يعني يتكلموا يعني الكلام في الهواء فقط، ولكن عمليا السلاح ماذا يذهب؟ انا اعتقد اشرح نتنياهو للشعب الاسرائيلي ذلك، انه لا تاخذوا بالكلام الذي يقول الامريكي عليه ضغط وهو بحاجه ان يعني يدعي انه يفعل شيء، ولكنه عمليا لا يضغط على اسرائيل، ليس هناك ضغط على اسرائيل. حتى قرار مجلس الامن الذي تريده امريكا لا يضغط على اسرائيل اطلاقا، لا يطلب منها اي شيء، ما زال يقدم الرؤيه الاسرائيليه، يعني الرهائن
تصور الطعام مرتبط بالرهان، هل هناك بالقانون الدولي شيء يقول أن الطعام يرتبط بالرهان إطلاقا هناك؟ وبعدين سمعت إسرائيل، أين سمعت إسرائيل؟ لم يعد هناك أسماء لتبحث عنها، يعني أصبحت في محكمة العدل الدولية متهمة بالإبادة. الموضوع هو السماء أمريكا، فلذلك تدعي أمريكا أنها تفعل شيئا ما في هذا الموضوع، لكن عمليها لا تفعل أي شيء. الذي يسكت عن قتل 30,000 إنسان أغلبيتهم رجال ونساء، أطفال ونساء، والذي يسكت عن هذا الدمار الشامل، استخدام الطعام كسلاح، لا يكترث يعني 20,000 30,000 زيادة، مش هالفرق الكبير، ولكن الأمريكي بحاجة أن يظهر أنه يفعل شيئا ما، لا يستطيع أن يظهر أنه لا يكترث، هذه ضرر زيادة له، لذلك هو يدعي أنه يفعل شيئا ما. ولكن المجتمع الإسرائيلي لا يقدم، لا يطلب نصائح. أغلبية المجتمع الإسرائيلي تقريبا 70% مع منع إدخال السلاح الطعام إلى غزة، 70% تقريبا من الشعب الإسرائيلي اليهودي ضد إدخال الطعام إلى قطاع غزة، يريد الاستمرار في المعركة. فالمشكلة ليست نتنياهو، المشكلة المجتمع الإسرائيلي أيضا. البيانات تقول أن مشاركة CIA، هكذا فسر الأمر، تعني احتمالية قرب الوصول إلى اتفاق، والبيانات التي تحدثت أو نقلت عن مسؤولين في حماس ونقلتها وكالة فرانس بريس قالت أن المواقف متباعدة. لماذا هذا التضاد؟ ولماذا يوحي مشاركة رئيس CIA بأن احتمالية قرب الوصول إلى اتفاق أصبحت وشيكة، رغم أن البيانات توحي بعكس ذلك؟ منذ بدء الحرب هناك وفود كبيرة، يعني تتخيل أنه في أزمة عالمية، يعني هذه الدولة تستعد لمواجهة عسكرية مع الصين، وبعد واجه روسيا دولة مهمة في أوكرانيا، وهناك يعني مبالغ ضخمة، تنظر أنه هناك دولة إسرائيل، هذه النقطة على الخارطة، من هي دولة إسرائيل؟ يعني انشغل الرأي العام الأمريكي، الدولة الأمريكية بايدن كم أكثر من 14 اتصال بنتنياهو، يعني هي مشكلة كبيرة لإسرائيل لأمريكا هذا الذي يحصل، يعني تدخل الأمريكي، الأمريكي يبعث وفود، وزير الدفاع يعني وزير الخارجية كم مرة ذهب إلى المنطقة، ولكن في نهاية المطاف كل هذا الموقف الأمريكي، يعني بايدن، هذا قرار بايدن شخصيا، لا ضغط على إسرائيل، نحن مع إسرائيل تماما، ولكن نحن بحاجة إلى أن نظهر أننا نحاول إقناع الإسرائيلي، فيذهبوا ويحاول إقناع إسرائيل، ولكنهم تبنوا الرؤية الإسرائيلية تماما، تبنوا فكرة إبادة حماس، تبنوا فكرة الرهائن مقابل الطعام. يعني تصور، يعني المفاوضات الرهائن جزء من إدخال الطعام، الإسرائيلي هو عنده سياسة تجويع، الأمريكي يعرف ذلك، ولكن الأمريكي بحاجة إلى سمعته، الأمريكي عنده شامة من السمعة في العالم يريد الحفاظ عليها، فلذلك يعني يرسل هذا الوفود، ولكن في نهاية المطاف إذا إسرائيل قالت لا، لن يضغط على إسرائيل إطلاقا. نعم، وهنا هذا السؤال الذي يوجه إلى كل مفسرين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي مدى ما يدور في غزة من عمليات عسكرية يتم ترجمته إلى أمر داخلي؟ كيف يتم التعامل معه؟ وتجرى المقارنة الآن بينما إذا كان ترامب في الحكم أو جو بايدن في حال مواقفه تجاه ما يدور، كيف تعقد هذه المقارنة في الولايات المتحدة، وكيف ينظر لها، وكيف يدار هذا الأمر في إطار شأن داخلي أمريكي؟ بالنسبة للشأن الخارجي، السياسة الخارجية، أمور دفاعية، أمور عسكرية، الرئيس عنده صلاحيات كبيرة بايدن، لأن السياسة الداخلية هناك تداخل أكثر وموضوع تداخل سياسي كبير، يعني يواجه الرئيس الأمريكي في السياسة الداخلية دفع جماعات الضغط المختلفة والأحزاب ومعرقلة برنامجها، ولكن في السياسة الخارجية خاصة أنه يكون موضوع حارب عنده صلاحيات استثنائية رئيس البلاد، هذا قرار، يعني هذا بايدن هذا، هذه القضية كلها من أولها إلى آخرها أنا أعتقد هذا بايدن. يعني تصور أستاذ العزيز، عندما كانت حرب، مثلا حرب 73، حرب رمضان، نيكسون ذاته ريتشارد نيكسون أخذ قرار أرسل لإسرائيل، قال send them everything that can fly، بعثوا إليه كل السلاح الذي يمكن أن يرسل بالطائرات، كان السلاح ينزل من الطائرات إلى الجبهة فورا، هذا قرار بايدن هو المشكلة. لماذا يسمونه في أمريكا معارضي الحرب جينوسايد بايدن؟ رجل هذا رئيس الإبادة، هو مسؤول عن الإبادة، هو شخصيا مسؤول عن الإبادة. نعم هناك دوب إسرائيلي، ولكن عنده صلاحيات هذا الرجل، يمكن يستخدم صلاحياته، هو يمكن بمكالمة واحدة ينهي هذا الحرب، ولكن هو لا يريد ذلك، هو إلى جانب إسرائيل إلى نهاية المطاف.
انا اعتقد انه لا يكترث الانتخابات، هو لا يكترث الانتخابات، لا يكترث اي شيء، هو ملتزم باسرائيل عاطفيا. هذا الرجل يعتبر اسرائيل عائلته الكبرى، وهو ملتزم باسرائيل ولا يؤمن بالضغط على اسرائيل. لذلك يعني رسائل مختلفه احيانا نقول يعني نرسل لكم بعض السلاح، ولكن في المكالمه الثانيه يقول مستشار الامن القومي لا، لم يذكر موضوع السلاح. السلاح سيبقى يذهب الى اسرائيل، سيبقى الدعم غير المحدود مهما كان، مهما فعلت اسرائيل. كما قال اهم علماء السياسه في هذا البلد اسمه ميرشايمر، ستيف ميرشايمر، قال ان اسرائيل ممكن تفعل اي شيء ويبقى الامريكي يدعمها، وهذا سبب هو اللوبي الاسرائيلي اكيد. ولكن اضافة الى ذلك بايدن شخصيا هو المسؤول، هو تماما هو هذا صاحب القرار ولا يكترث باي شيء. معنى ذلك ان حماس تحارب الولايات المتحده ايضا عمليا. هذه حرب الولايات المتحده، لست انا فقط الذي قلت ذلك، يعني هناك عدد كبير من الامريكيين، عدد هائل من الامريكيين، مراقبين الامريكيين، حتى موظفين سابقين في الحكومه يقول هذا حربنا نحن، يعني يكون كومبلست يعني متواطئين، ولكن انا اقول هذا حرب امريكيه. من يقف يعني بوجه المجتمع الدولي؟ لذلك عزيزي العربي والمسلم، اي شخص بالعالم يقول المجتمع الدولي لا يكترث، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. العالم يكترث، كل العالم يكترث، ولكن هناك دوله مجرمة هي إسرائيل تذبح الشعب الفلسطيني أمام مرأة الجميع، والولايات المتحدة تدعمها بالسلاح، تدعمها بالسلاح وتمنع مجلس الأمن أن يأخذ قرار لوقف الحرب. يعني هناك المجتمع الدولي، الهيئة العامة، الجنرال أسامبلي، الولايات المتحدة، الجمعية العامة صوتت لوقف إطلاق النار، مجلس الأمن 13 صوت لوقف إطلاق النار الفوري، وبريطانيا امتنعت عن التصويت، وامريكا هي الفيتو. هذه حرب امريكيه اسرائيليه، الامريكي هو يحارب الشعب الفلسطيني حقيقه. هذا هو للاسف الماساه، يعني انه هذه الدوله التي تنادي بالحقوق الانسان والديمقراطيه، وكانت تذهب للعالم العربي وتحاضر السامع العرب بالحقوق الانسان والانسانيه، هي تدعم اباده. يعني طبيعي ان تدعم اسرائيل امريكا، يعني انا مواطن امريكي بعرف انه امريكا تدعم اسرائيل عادي، ولكن تدعمها في اباده؟ هذا الوضع استثنائي. وان تدعمها في حكومه فيها بن غفير وسموتريتش وياهو، مجموعه متطرفين، يعني عتات المتطرفين تدعو الى الاباده، القتل، محو الشعب الفلسطيني، طرده من ارضه، يعني خلق ازمه مع مصر. في هناك مصالح امريكا على المحك، امريكا عندها سمعه، عندها مصالح في العالم، اسرائيل دوله خلص قبلت ان تكون منبوذه، يعني عندما تنتهي في مجلس في محكمه العدل الدوليه متهمه بالاباده، ماذا بعد ذلك؟ وقد تقتل الأطفال، الكل يعرف تستخدم الطعام كسلاح، الكل يعرف. أمريكا هو الخير من يعرف هذا الموضوع هو الأمريكي، لأنه الأمريكي موجود في المفاوضات ويعرف أن الإسرائيلي يقول يخرج الرهائن تدخل الشاحنة، يعني ليس موضوع مبهم وأنه علامات استفهام، هذه إبادة، والأمريكي للأسف شريك فيها. وهنا بذكر المفاوضات، ما هي مواطن القوة التي تمتلكها حماس والفصائل المقاومة معها تجاه ما يدور؟ بحديثك بأن الولايات المتحدة هي من تواجه الفلسطينيين. بنهاية شوف نهاية المطاف، هم يعني الإبادة حصلت وتحصل، والقتل والإجرام، ولكن الموقف القوي عند حماس أنه مصر أفشلت، شوف مصر أفشلت المشروع الإسرائيلي من خلق نكبة جديدة، لهم قالوا منذ البداية. كيف أفشلته؟ حرب تحرير الاندبندنس، حرب الاستقلال. كيف أفشلته سيدي؟ هم قالوا منذ البداية ماذا يعني كيف أفشلته مصر؟ يريدون خلق نكبة جديدة، ولكن الموقف المصري. دكتور إحسان هل تسمعني؟ كان حائط وجههم. دكتور إحسان نعم هل تسمعني؟ أنت نعم. تحدثت في مطلع حديثك بأن مصر أفشلت هذا المخطط، ما هو المخطط في الأساس وكيف أفشل مصريا؟ هو يريدون خلق نكبة جديدة، كانوا يريدون ترحيل الفلسطينيين إلى مصر ذهاب بلا عودة، هذا الذي أرادوا. ولكن الموقف المصري الصارم قال لا تحلموا بذلك، لا تحلموا بذلك، حتى الضغط الأمريكي على مصر لم يؤتي بأي نتيجة. طيب، وأعود إلى سؤالي السابق، وهو مواطن القوة التي تمتلكها حماس والفصائل المقاومة. مواطن القوة أنه إسرائيل تواجه تهمة الإبادة، الرأي العام ضد إسرائيل، هم صمدوا، أفشلوا، مصر ساعدتهم في إفشال مخطط إسرائيلي، عندهم الرهائن ما زال في أيضا. وكيف يكون موطن قوة وأن كل ما تقوم به إسرائيل مغطى أمريكيا؟ مغطى أمريكيا، ولكن أمريكا، شوف أنا أعتقد الأمريكي اقتنع أنه ليس هذا أنه إسرائيل فشلت. أنا أتكلم الأمريكي براغماتي، الأمريكي يتكلم بالحقوق الإنسان وقانون الدول وكل هذا، ولكن في نهاية المطاف يعني هو يحسبها عمليا براغماتيا. هل نجحتم في إخراج الرهائن بالقوة؟ لا. هل قضيتم على حماس؟ لا. هل تستطيعون خلق نكبة جديدة؟ لا. طب لماذا تستمرون؟ ما انتوا حتى لو قتلتوا كل زعماء حماس، يعني هي المشكله هي كان زعماء حماس، بس مقاومه فلسطينيه منذ عقود،
يعني مات عرفات واستمرت الاقامه، مات ابو عمار وابو جهاد وابو اياد، كل هؤلاء الناس. فالمشكله المستديمه يعني، ولكن هي اعتقد اسرائيل اعتقدت انه عندها حل، فرصه ذهبيه، ان حماس اعتقدت ان حماس غبيه وقدمت لها فرصه ذهبيه لخلق نكبه جديده في غزه، خلاص تخلص من اهل غزه فرد مره. ولكن موقف المصري وصمود الشعب الفلسطيني والمقاومه الشرسه افشلت هذا المشروع الاسرائيلي. من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مور ستيت، شكرا لك سيدي إذ كنت معنا من هناك. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية بأن إسرائيل تواصل تصعيد المجازر الجماعية التي ترتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة، رغم توقيعها على تعهد خطي بعدم استخدام الأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية لهم. وفي بيان لها، طالبت الخارجية الفلسطينية نظيرتها الأمريكية بمراجعة مدى التزام إسرائيل بهذا التعهد مع اتخاذ ما يلزم من القرارات الكفيلة بإجبارها على حماية المدنيين وعدم استهدافهم وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام. كما دعت المجتمع الدولي لوقف جميع أشكال صيغ التعايش مع إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره بالقوة. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة فليب لازاريني، قال إن السلطات الإسرائيلية منعت للمرة الثانية خلال أسبوع واحد وصول قافلة غذائية إلى شمالي قطاع غزة. وأضاف لازاريني بأن السلطات الإسرائيلية منعت قافلة أخرى للأونروا كانت محملة بالغذاء والتي يشتد الحاجة إليها من التوجه إلى الشمال، حيث يعيش الناس هناك في حالة مجاعة حقيقية. وأشار لازاريني إلى أن آخر مرة تمكنت الأونروا من إرسال مساعدات غذائية إلى الشمال كانت منذ شهرين تقريبا. كثفت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة بالتعاون مع الأردن وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على مدار أيام شهر رمضان. وفي سياق متصل، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش الدولي ضمن الجسر الجوي المصري الإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على المناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برا بقطاع غزة، وذلك للتخفيف من تداعيات الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون داخل القطاع. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يوجد توافق دولي واضح على أن أي هجوم بري على مدينة رفح سيتسبب في كارثة إنسانية. وخلال مؤتمر صحفي في مطار العريش، دعا غوتيريش إسرائيل إلى السماح بالوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة. إذا هاجمت إسرائيل على رفح، هناك إجماع واضح تعبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالأكمل أن تدخل أرضي في رفح بالطريقة التي رأيناها سيؤدي إلى كارثة إنسانية، ولذا أؤمن أن حان الوقت لضمان أن ما نقوله من البداية يتم تنفيذه، وهو وقف إطلاق نار إنساني وأيضا خلق الأمل للفلسطينيين بإنشاء دولة فلسطينية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن تطلعه للعمل مع مصر لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وخلال مؤتمره الصحفي أمام معبر رفح، أكد أنطونيو غوتيريش تقديره لجهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني. التقيت بالمدنيين المصابين وعائلاتهم في المستشفى هنا في العريش، وتأثرت بقصصهم وخبراتهم وكل الصعاب التي عانوها، وبالكرم والتضامن من الشعب المصري والدولة المصرية. سينضم إلينا من أمستردام السيد زيد تيم الباحث السياسي. سيد الفاضل، أنطونيو غوتيريش تحدث عن تطلعه للعمل مع مصر، وأنطونيو غوتيريش تحدث عن محاولة وقف إطلاق النار أو ضرورة وقف إطلاق النار، ما هي قدرته على ذلك؟
أسعد الله أوقاتك أستاذ ثامر، وتحية لفضائيتكم المحترمين والرحمة للشهداء والحريين أسر والشفاء للجرحى. أستاذ ثامر، غوتيريس، أنا كنت تحدثت لكم منذ أسبوع أن غوتيريس اقترح أن يأتي معه إلى رفح، ليس هو فقط بل مسؤول منظمة حقوق الإنسان وكذلك مسؤول محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، من أجل الاطلاع عن كثب وعن قرب، مع العلم أنهم يعلمون بشكل جيد. السيد غوتيريس تحدث كثيرا عن هذا الموضوع، تحدث على أرض الواقع، لم يتحدث عن الخيال. هو التقى بكثير من الأخوة الذين أصيبوا والذين هجروا إلى المناطق الحدودية في رفح وتحدث إليهم، ومسؤول إنروا اليوم تحدث كذلك بنفس الطريقة أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات إلى شمال فلسطين رغم الحاجة الفلسطينية والمجاعة الفلسطينية، المجاعة الذي يندى لها جبين الإنسانية والبشرية في كل العالم. السيد غوتيريس هو الأمين العام للأمم المتحدة، هو من يتحدث، والمفروض أن ما يقوله ليس يقول إرضاء لا للفلسطينيين ولا لأي حد، هو يتحدث بشكل واضح. ويعلم السيد غوتيريس أن المنفذ الوحيد على أرض فلسطين الحبيبة من غزة هو ميناء رفح الحدودية الذي يوجد فيها كثير من الشاحنات التي تنتظر، ويجب على الأمم المتحدة الإصرار ضمن القانون الدولي لدخول المساعدات ووقف إطلاق النار، وهذا ما يتحدث إليه، وهو يعلم جيدا بأنه الدخول إلى رفح أو أي عملية في رفح سوف تؤدي إلى كارثة إنسانية، هذا تحدث فيه مرارا وتكرارا. الاحتلال يسعى بشكل كامل إلى تقديم كل ما هو ممكن من حرب إبادة حقيقية وإرهاب حقيقي باستخدام الأسلحة الأمريكية وكل الدول التي تدعم الاحتلال. وأنا بحكي لك بكل صراحة وبكل بساطة، هذا تحدث فيه جوزيف بوريل وتحدث فيه منظمات الإغاثة الإنسانية، واليوم أتى على أرض الواقع السيد غوتيريس وتحدث بشكل واضح وصريح، وكذلك التقى بمن كانوا موجودين على أرض الواقع وهو يتحدث بشكل صادق، لأن نتنياهو لليوم ولهذه اللحظة ولهذا التاريخ وهو يتحدث، إن كان مع بلينكين أو إن كان تحدث مع بايدن رغم الخلافات البسيطة وزيارة وزير أو أحد الوزراء إلى أمريكا غدا، هذا كله يدخل في حسابات أنه وضعت نفسها أمريكا أنها هي الداعم الرئيسي والأساسي وهي من تدافع عن إسرائيل. وأنا بعتقد أنه هذا الكلام أصبح مكشوف لكل العالم وأصبح معروف لكل العالم بأنه يجب على الأمم المتحدة ويجب على كل الأمميين تقديم مشروع واضح وصريح بوقف إطلاق النار الفوري، ولا شيء مبرر لذلك، لأنه حتى غوتيريس سابقا تحدث أنه هاي إبادة جماعية فعلا ضد الشعب الفلسطيني إذا حدث مكروه في رفح. طب وفي بعد آخر في هذه الزيارة التي تعد الثانية إلى هذه المنطقة، إلى معبر رفح وهذا المؤتمر الصحفي الذي خرج من أمام هذا المعبر، ألا يعد اعترافا من الأمم المتحدة بأن المعبر مفتوح وليس مغلق ما يشاع؟ أستاذ تامر، لا، المعبر هو مفتوح، المعبر مفتوح من جهة مصر، ولكن الذي يمنع، أنا ذكرت إلى قبل قليل وأنتم ذكرتم في تقريركم أن السيد لازاريني تحدث أن حاولنا للمرة الثانية دخول بعض المواد إلى شمال فلسطين والاحتلال يمنع ذلك. لماذا الاحتلال لا يسمح بأن تدخل جميع الشاحنات، رغم أنه الجميع يقر بشكل كامل وواضح من منظمات حقوقية والبرلمانات الأوروبية والاتحاد الأوروبي والأمين العام المتحدة، كلهم يقرون أن هناك مجاعة في فلسطين، أن ما يحدث بعد دخول هذه الخمس أشهر وسندخل في الشهر السادس ومع ذلك يوجد مجاعة حقيقية، لماذا لا تدخل مساعدات على المعبر الوحيد الذي يربط فلسطين في 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 مصر، لماذا لا تدخل مساعدات؟ المانع الوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي سيد تامر. الشاحنات موجودة على معبر رفح ومعبر رفح مفتوح، يتفضلوا دخلوا المساعدات. هذا أولا احتلال
الاحتلال ونتنياهو وكل هاي حكومة من سموتريش وبن غفير وكل هذا الإرهابيين الذين لم يقدموا إلى العالم إلا صيغة الاحتلال وصيغة الإرهاب وصيغة العنصرية الحقيقية، لم يقدموا لا سلاما ولا أمنا ولا شيء، ولم يقدموا حلويات للشعب الفلسطيني، قدموا آلة القتل، قدموا الإرهاب. لهذه اللحظة وأنا أتحدث معك تقصف بعض المناطق، نتنياهو يقود الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني. حقيقة أنا بقول لك بكل صراحة، يجب على العالم بشكل واضح ويجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يضغط بكل ما هو ممكن لاتخاذ قرار واضح من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار ودخول مساعدات بدون قيد أو شرط. طب قبل الحديث عن المساعدات، هو قال في تصريحه أمام معبر رفح في هذا المؤتمر الصحفي أنه يوجد توافق دولي واضح على عدم اجتياح مدينة رفح لأن هذا قد يتسبب في كارثة إنسانية. هل تتصور أن هذا التوافق الدولي الواضح الذي أشار إليه قادر على منع إسرائيل من هذه العملية وهي تنسقها منفردة مع الولايات المتحدة؟ أنا أستاذ تامر بكل وضوح وبكل صراحة، حكومة الاحتلال، الاحتلال الذي لم يقدم من الآن منذ عام 1948 إلا المجازر والقتل وعدم السماع وعدم الانتباه وعدم الاحترام للقانون الدولي. أنا أعتقد لو أمريكا نوت بشكل واضح أن تنهي هذا الاحتلال وهذه المجازر الذي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، أكيد سوف يكون ذلك. الولايات المتحدة تحاول بيع الأوهام للجميع للدول من خلال تلاعب بالألفاظ والتغطية على جرائم الاحتلال. حقيقة هذا كلام واضح وصريح بكل بساطة. اليوم كل العالم متوافق أستاذ تامر مثل ما تحدثت حضرتك، كل العالم متوافق حسب التقارير الدولية أن إذا تم اجتياح رفح سيكون هناك بصراحة كارثة إنسانية ومجازر وكثير من المسميات الذي لماذا لا يكون هناك قرار واضح من الأمم المتحدة بشكل صريح وواضح بأن يكون هناك وقف إطلاق النار. حتى المشروع اللي قدمته أمريكا منذ أيام بصراحة هذا مشروع صوت عليه لأنه لا يذكر مسؤولية القوات الاحتلال عن قتل أكثر من 32 ألف فلسطيني. مشروع القرار يسمح ضمنياً بطريقة أو بما باستمرار إهداف المدنيين الفلسطينيين ولا يوفر أي ضمان لوقف إطلاق النار. أهم شيء في الموضوع كله هو وقف إطلاق النار لدخول المساعدات. لا يمكن أن يدخل مساعدات تحت الاحتلال وتحت القتال ورمي. ونحن هنا أمام مناورة الألفاظ فيما يرتبط بوقف إطلاق النار، الحديث عن وقف مؤقت والحديث عن وقف مستدام، أيهما قابل للتحقق في هذا التصور؟ الولايات المتحدة قدمت هذا المشروع الذي قوبل بالفيتو الصيني الروسي، بالتبعية هذا المشروع بمضمونه بالفكر الأمريكي العاكس له، هل ينقل لنا مخرجات ما يدور في الدوحة من مفاوضات حول التهدئة وإقرار هدنة على الأقل حتى وإن كانت مؤقتة؟ أعتقد أنه يعني بصراحة متناهية، يعني المفاوضات بصراحة يعني كأنه عم يصير رجل أبكم يحاول أن يقنع رجل أصم. يعني لحد الآن مفاوضات ولن تؤتي نتيجة لأنه في شيئين يعني غير قابلين لتقديم أي شيء. في مسألة مهمة، هناك قرار أمريكي إسرائيلي واضح جداً بأنه لا يريد وقف إطلاق نار كامل أو وقف إطلاق نار مستدام، بدهم وقف إطلاق نار مؤقت مشان الاستمرار بالعملية اللي عم يقوموا فيها وخصوصا بخصوص رفح رغم كل التحذيرات الدولية من كل المؤسسات. وهذا واضح أستاذ تامر، وأنتم تناولتوا هذا الموضوع كرارا وتكرارا في محطتكم المحترمة من خلال ما تقدموه من تقارير دولية واضحة. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي رغم 26 دولة وافقت على وقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات لم يستمع أحد إلى ذلك. غوتيريس أتى للمرة الثانية إلى رفح من أجل الاطلاع بشكل واضح على ما يدور في. هل تتصور أنه أتى للاطلاع أم أتى لإحراج إسرائيل وتبيان هذه الصورة الحقيقية؟ آتى لإحراج إسرائيل وأمريكا وكل من هو صامت عن الوضع القائم في غزة بصراحة. آتى غوتيريس لأنه تحدث أن هناك مرارا وتكرارا تحدث أنه ما يدور في
في هذه الأزمة الذي يقوم بها جيش الاحتلال أنه يوجد هناك حرب إبادة حقيقية ضمن التقارير اللي قدمت لمحكمة لمحكمة العدل الدولية، مش مرة، مرارا وتكرارا. جوزيف بوريل تحدث وقال إلى أين يذهب الشعب الفلسطيني؟ إلى السماء، إلى القمر. هذول كلهم يعني أعتقد مسؤولين منظمات دولية ويمثلون حاجة مهمة جدا. غوتيريس نعم أتى إلى مصر وأتى إلى رفح إلى الحدود الفلسطينية من أجل أن يقول للعالم أني المسؤول الأول وأني المسؤول عن العالم كله، الأمم المتحدة، الأمين العام، وأتحدث بنفس الصيغة. إذا كان هناك أي دخول أو أي حرب على رفح سيكون هناك كارثة إنسانية ومجزرة، ويجب دخول مساعدات لأن الشعب الفلسطيني يوجد لديه مجاعة حقيقية. الشعب الفلسطيني لم يكن يوما متسولا، الشعب الفلسطيني يريد حقه الطبيعي أمام مرأة ومسمع العالم ببناء دولته، حق تقرير مصير وبناء دولة الفلسطينيين المستقلة وعاصمة القدس بالضفة الغربية وغزة. الشعب الفلسطيني يا أستاذ تامر، 77 قرار دولي بحق الشعب الفلسطيني، لم تلتزم إسرائيل بقرار واحد. هذا الكلام تحدثنا فيه مرارا وتكرارا. كل المنظمات الإنسانية بما فيها الإغاثة الإنسانية، بما فيها الصليب الأحمر، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، بما فيها الصحة العالمية، تتحدث عن حتى المنظمات الحقوقية، تجاهل إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية يفرض حياة يعني خطيرة جدا على الشعب الفلسطيني. تحدثوا بشكل واضح، يجب على هذا الكيان الصهيوني الالتزام بقرار أممي، والذي يعارض هذا القرار بشكل واضح أمريكا باتخاذها قرار حق الفيتو، أو تريد قرار يفصل على مزاجها بما يخدم الاحتلال. بكل بساطة وبكل صراحة هذا ما يقوم به الاحتلال. لاحظ ماذا تحدث به السناتور بيرت. لا شو تحدث؟ قال لا ينبغي لحكومة نتنياهو أن نقدم لهذه الحكومة أي فلس واحد من دفعات الضرائب الأمريكية. لماذا بدأ هناك كثير من السناتورات، من الحكومات، من البرلمانات الأوروبية، من بعض الدول الأوروبية؟ لأنهم أستاذ تامر شعروا بإحراج من نتنياهو، لأنه ماخذهم إلى الهاوية، ماخذهم لأنه بدأوا يكذبوا حتى على شعوبهم. ولا يقدم هذا الاحتلال إلا آلة القتل والإرهاب، ونحن اليوم نصادف اليوم العنصر ضد العالم كله، اليوم ضد العنصرية. هذا ما يمارسه الاحتلال أبارتهايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني. نعم. على مرأة ومسمع العالم. نعم. للأسف الشديد أستاذ تامر، بس أقول لك شغلي وأنت تعلم وجمهورنا الكريم يعلم، المعبر الوحيد الذي يمكن دخوله على فلسطين هو معبر رفح. لماذا لا يدخل المساعدات من هذا المعبر؟ وكل شاحنة تحمل قدر 3 طائرات، لأنه هذا الأمريكان وجولات بلينكين هي فقط رش الرماد بالعيون، وهي تآمر مرة أخرى لإقناع العالم بأنهم يقدموا بعض المساعدات. ولكن بكل صراحة أنا أعتقد أنه الموقف الأمريكي لهذه اللحظة لم يرتقي إلى مستوى وقف إطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي. من أمستردام السيد زيد طيب، شكرا لك، وأنت الباحث السياسي، شكرا لك إذ كنت معنا من هناك. ختام نافذة ونافذة أخرى تفتح بعد قليل في متابعة مستجدة ومستمرة لتواصل أعمال المتابعة لما يدور داخل قطاع غزة. شكرا لكم، إلى اللقاء.